يا أخي يا سلام، يعني ما في أجمل من كده وما في إشراق أروع من كده. أنا ما أعرف أخذ ولا أنتظر ولا أعمل شيء. طيب حناخذ إحنا حناخذ كل حاجة أكيد. أنا برضو حابة يعني مع بعض كده نتذكر كل الناس اللي كانت دائما هي أضافت تفاصيل رائعة جدا، ودائما هي بتحب إنه برنامج صباحات سوداني يطلع بكامل التميز. أنا عايزة أحيي هند وسايدة، يعني كنداكات رائعات جدا، ودائما هم حريصين على إنه يضيفوا كل بصماتهم الواضحة جدا، وأنا أكيد بتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله الحدي هتظهر في حلقاتنا الخاصة جدا ببرنامج صباحات سودانية. وكمان نحيي المنتجة الآن أمل أحمد الحسن أكيد، وكمان بكل التفاصيل اللي كانت خاصة أمل محمد الحسن عفوا كويس. والحاجة الثانية الرائعة برضو جدا هي عايزين نحيي مدير الإنتاج يوسف الفاضل الأخ الرائع جدا والزميل الرائع جدا برضو محمد عبد الرحمن، وكمان المونتير الآن عمر هنتر، وكل المصورين الرائعين جدا اللي هم دايما بيحبوا أنه يطلعوا لقطات مختلفة وكمان بزوايا رائعة جدا، وأكيد كل فريق العمل اللي دايما هو حريص جدا أنه دايما يضيف كل الجمال وكل الألق على برامج صباحات سودانية وعلى كل برامج الخاصة بقناة سودانية 24. أنا متمنية أن كل الناس المتواجدة الآن يا ريت أن هي لو تنضم لنا داخل الاستوديو، يا ريت. إحنا يا جماعة ما حنبدأ حاجة إلا فريق عمل صباحات سودانية ينضم الآن لنا في الاستوديو. حاجة تانية جميلة ممكن برضو تكون يا وفاء وآلاء، إنه دائما الصباح مليان جدا لما يكون بتفاؤل، مليان جدا بإشراق، لما تكون أنت ذاتك صاحي وبتسم وعايز تبداه بطاقة إيجابية، بتقدر إنه أنت زي ما بقولوا كده بتكون قوي عشان ما تتحمل كل حاجة حاصلة أو بتجيك خلال يومك. اتفقوا معي على الحاجة دي؟ تبين تماما، بالذات اليوم الصباح كان مميز جدا صراحة، كان في تفاؤل زي ما واضح. نختم كمان بالكب كيك والتورتة، هي تفاصيل بسيطة لكن تفاصيل جميلة شديد وبتبقى قاعدة في وجداننا كلنا. جميل. طب الصباحات بالنسبة لكم أجمل حاجة بتميزها شو؟ شنو بميز الصباح عندكم؟ صراحة الجو البارد أول ما تصحى الصباح بدري مع قهوة، طبعا أنا معك طيب كويس، متفقين كده قهوة
او شاي مع حاجه تتاكل. بتلاقي ناس لطيفين من الصباح، صباح الخير كده، بتحس انه الجو حلو واليوم بيبقى ذاته، قادر انك انت تعيش جوك الصباحي، تقدر تعمل اي حاجه من الصباح. تمام. الا الليل اكيد باعتباره بالنسبه لي صباح مختلف شديد، انه انا صاحي بدري، دي حاجه اولى. دي حاجه نادره شديد طبعا. غير كده حاجه ثابته عندي اللي هو شاي الصباح، بدون ما حقدر اكمل يومي. بعدين برضو بلاقي ناس سمحة، ناس حلوة شديد، بقولها صباح الخير. جميل. طب خلونا نتفق كلنا على حاجة، إنه الصباح الجميل ده هو دائما أنت اللي بتقدر تحدده. أكيد. يعني أنت بتقدر تماما تعرف إنك أنت الليلة حتعيش بهذه الطريقة. حاجة جميلة إن إحنا اللي نكون مشاركين مع بعض في أولى حلقات صباحات سودانية، أكيد بشكل جديد بكل الفقرات اللي حتكون إن شاء الله مميزة فيه، وإن شاء الله رب تكون فاتحة خير على الجميع. وبنتمنى تماما إنه إحنا نجتهد وإن إحنا نضيف كل التفاصيل المميزة اللي بتشبه دائما متابع ومحب برنامج صباحات سودانية، وأكيد شاشة قناة سودانية 24. أكيد. يا ريت لو كل الناس كمان تنضم لنا الآن. جميل، الناس هتنضم إن شاء الله، وإحنا أو أنا عايزة أقول كل الشكر أكيد لكل الناس اللي كانوا بتتابعنا الآن، وأنا متفائلة جدا وعارفة إنه جاي إن شاء الله حيكون دائما أروع، لأنه دائما القادم أروع إن شاء الله، حيكون مليان جدا بالطاقات الإيجابية وبالسعادة وبالحماس وبالتفاؤل وبالأمل وبكل حاجة ممكن تكون سمحة بتليق تماما بمشاهد ومتابع برنامج صباحات سودانية. خليكم طيبين وخليكم بعافية لحد ما نقابلكم دائما في برنامج صباحات سودانية بشكل جديد. أبقوا طيبين. Shoot my eye at the sun.